السلام عليكم، صباح الخير. كدير بخير؟ شوفوا اليوم الحرم كدير المسعى خاوي فعلا، بعد ما طبقوا منع الحجاج ولا المعتمرين الدخول لمكة. باينه، شوف هنا كي كتكون المروة عامرة خصوصا نهار السبت، شوف المسعى خاوي. وهذا الدور الأول اللي فيه العربات ديال العربات، شوف خاوي تاهو، قليل 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 قليل. شوف هنا موالفين كتلقى العربات بزيادة، شوف يلاه واحد جاي هنا. وهنا عاوتاني الطواف، مكان الطواف شوف قليل، مكاينش كاع البشر. أول مرة تنشوفو الحرم بالطريقة هذه، شوف الطواف خاوي. وكذلك الكعبة، الطواف اللي عند الكعبة شوف خاوي الدنيا، ماشي كيما كانت. يعني فعلا طبقوا ال 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 هاد النظام ديال سميتو ديال قدوم الحجاج لمكة والمدينة. نهار الخميس وقفوا الناس اللي هما في المدينة ما يدخلوش لمكة، يرجعوا لبلدانهم، وكذلك اللي في مكة ما يمشيوش للمدينة، يرجعوا لبلدانهم. وهذا راه باين، هذا دليل على انه فعلا تم تنفيذ تطبيق هذا الحظر على المعتمرين. عمرنا ما شفنا المسعى بحال هكا، شوف خاوي مره. هذا المسعى الصفا والمروه، شوف خاوي. الله يستر صاحبي، بقينا احنا هنا. يلا السلام عليكم. هذا الدور الثاني، تلقى فيه غير العمال، شوفها العمالة ديال النظافة، شوف ولا واحد. يلا ثلاثة اللي جايين، ثلاثة ديال المعتمرين بس. شوف الدنيا كي خاوي كتصفر، أول مرة تنشوفوا الحرم بحال هكا، شوف بحال ولا يسدوا كاع الدور الثاني هذا. شوفها ولا واحد، الدنيا كتصفر. شوف شوف واحد معتمر، يلا واحد اللي كاين هنا، شوف فوالا غير العمال ديال النظافة صافي. خاوي الدنيا، شوف يلا كاين واحد ثلاثة هنا، شوف الدنيا كي خاوية. الدنيا تصفر، شوف أول مرة تنشوفوا الحرم سبحان الله العظيم. يعني راه فعلا طبقوا النظام ديال حظر الحجاج من قدوم السعودية، تم تنفيذ ديالو نهار الخميس.